بسم الله الرحمن الرحيم. درع الجيزة 27/8/2012. قصف الطيران الحربي للمزارع في بلدة الجيزة أثناء تواجد اللاجئين فيها. الله أكبر. وهذه هي آثار القصف العنيف، وهذه هي آثار الشظايا، هذه هي شظايا القذائف التي تسقطها الطائرات على المدنيين العزل. الله أكبر. هذا هو أثر شظية واحدة فقط. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.